وضع التيار الكهربائي في زحل حضر في اجتماع بين نواب المنطقة والمدير العام لكهرباء زحل. طلعت كتلة نواب زحل من مدير عام شركة كهرباء زحل المهندس أسعد نكد على حقيقة مشكلة التيار الكهربائي بالمدينة وجوارها بعد زيادة ساعات التأمين بشكل لافت الناتج عن نقص بالإنتاج من قبل كهرباء لبنان. النواب استمعوا إلى عرض علمي مفصل عن المراحل القانونية والتقنية اللي وصل إلى مشروع إنتاج الطاقة اللي تقدمت فيه شركة كهرباء زحل إلى وزارة الطاقة منذ أيلول 2008 لحل مشكلة الكهرباء وتأمينها 24/24 لزحل و16 بلدة مجاورة ضمن نطاق استثمار شركة كهرباء زحل بمواصفات بيئية عالمية وبتوفير 30% عن كاهل المواطن. النائب طوني أبو خاطر دعا إلى إبعاد هذا المشروع عن السياسة الضيقة ووضعه بإطاره الإنمائي واضطر إلى الأزمة اللي عم يعاني منها لبنان حاليا. بلدنا عم يمر بمحن، مجلس الوزراء ما عم بيجتمع ليسير الامور المعيشيه للناس، ملتهي بنقطه محدده ولا رجوع عنها، فمنقول ايضا كفى بقى، عودوا لاصالتكم ايها المسؤولين، عودوا لوطنيتكم، عودوا الى الناس التي اوصلتكم اذا الى هالمواقع، رحمه بهم خلونا نتطلع بالأشياء اللي بتخفف معاناة عنهم. أبو خاطر نوه بمشروع نكد الذي سيكون مدخل إلى اللامركزية الإدارية والإنمائية التي ستعزز نمو كافة المناطق اللبنانية.